وعم معاذ بن جبل هو معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، كان من أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن معاذا يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة، والرتوة قيل هي الرمية بحجر، وقيل الرمية بسهم، فيكون إمامهم إمام من؟ إمام العلماء يوم القيامة. ولذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما.